كاتي خويك بعض انا كان فاتوستي عن واسوته ابو سليماني عن تيجي حجر خانقا ايرشان واسوته ايره گوندی نودی ل شهر باجر او گوندی کا زید ولان کی کا احمد شیخو باو با پیرانتی او بن مالایکا بو سالانه کی دورو درج وک خدمتکار کی اسلام نیو بان جان به حریم کلوسان وب تایبتی سلیمانیش بخشی وا کا احمد شیخ کا هندیک پیشی دلین کا احمد سلیمانی لنیوان سالانی 1893 تا وک 1887 دروست 94 سال جیاوه ایشه کلا زاناو پیاوه آینه نیو دارکانی کرد که هاوکا سروکی طریقتی قادریش بوا امش باوکی اوه امی چر بحر بچانا که احمدی شیخ کاتی خوی لیره بون تچو خانقایان هبوا لزمانی فاشای بابان که پایتختی گواسطو با سلیمانی تچو خانقایان گواسطو با سلیمانی شام معروفی نودی کزانه گوری کردستانه باکی کاغ احمدی شیخه اویش تشریفی بردوه با سلیمانی بلام هر حد دیره ملشان هبوه خانویان هبوه هر خزمتی دینی ها کدوه لیره ایتر که هاتون اتوا با سردان و زیارت گابوله ام خزمانه هن شوک کاغ احمدی شیخ الو حجره ها که دیاره بلین حجره که ماوه لیوه لدائیگ بوا کاغ احمد لگوندی نودی لدائیگ بوا تاوکو استا او گونده وکلان کو مورکی بنچی شیخ معرفو نوکانی بناو بانگا شیخ معرفی نو دی هر بناوی ایرو خوی تو مارک دوله میجو تبنم دی دی چی گوره مالی دوهمی سیدکان سیدکان کدوسا مالی کمیا ساداتی برنجل برنجه مالی دوهمی پایتخت ساداتکان نو دی بو یک نمالی برزان نمالی برزی کا احمد شیخ زور فخر شانازی بم دی واکن و بردوامیش ورسکان ان هر هي بل نم دي خوار ولا گورگير کوملك ورسيك اغه احمدي شيخ مالي شيخ طيب و شيخ رضا اول كه خزمي امانه ما زي ما بدوام ديرن وزاري ملتكان انا كويتا ام گندوالي كاك احمد خاوني صدان لا پران وسراو اموشگاري ايني كه با مكتوباتي كاك احمدو با پنج برگ با فارسي و جواتر كردي بلا بونه توا او مكتوبانا لا كاتي خويدا با زورني ولاتاني دراسي و اسلامي دا بلاو بونتوا كاك احمد لا نيو خلق دا اوان دا جباورو خوشويز بوكا للاي هنديك بتاي بدل سليماني وك بيروزي لي دروانا لقلنا وهناني كاك احمد الشيخ بتاي بدل سنوري سليماني مزقوتا قورا بنيو بانكي سليماني وبيري خلق يتوا كالاقل دروزبوني او شارو سردمي ميريشيني بابان سالي 1884 بو ماوي سيانزا سال لسر حوصت مترزوي دروز كراوا اما برشيشي تايبتا با مدرسي حفظي قرآن اكوا برشيشي تايبتا با نابينا كانوانيا برشيشي كمان هي طبعا زنائي كاك عمدا هرناني داوا بخلق برشيشي كمان هي ما مستكاني ايرا وكما مستمنا عبله لقل ما مصطفى الله مصطفى درزلين بفقه كان وبما مصطفى كان أو بششمانية تايبة بوان بششمانية بو جنان هيا ين بو عيادية يان بو سرداني خزمو كسويت شوينيني هيا ديرا ميسرا حاجي شكا همناني شخوات زور كس لسر كاق احمد الشيخ با سرودو تاري آينين وسيبتي بلام تا استا شعركي شيخ رزاي طالباني بناو بانكترين يانا مربوط حياتم با سليماني وخاكي خوزقم با سجي قافيكي احمدي كاكي او قدوتي ساداتا كسكاني سماوات شريانا لسر تجدا لسر مرقدي باكي در حق بحفيداني ادب لازم زنهار قرباني حفيداني دبم بابيو داكي بويا حضرتي حاجي كاك احمدي الشيخ مشهور ترا لبر اوي زياتر دستيكي بالاي هبوا لبر اوي زياتر مشهور تر بوا زور خزمتي كدوا تناند بهزارها كاغذي نسيوا لباري ايني فيروز اسلاموا كاغذي نسيوا بو هندوستان كاغذي نسيوا بو تركيا كاغذي نسيوا بو ايران كاغذي نسيوا بو سعودية بو شام
مزگەوتەکەی کاک ئەحمەدی شێخ بە قسەی سەپەرشتیارانی ڕۆژانە نزیک بە 10,000 کەس هاتوچۆ و سەردانی دەکات. زیاتر لە 250 کەسیش لە چێشتخانە خێرخوازەکەیدا نان دەخوات. لە ساڵی 1994 بەدواوە نەقشەکان ڕۆژی یەکشەمە لێرە ختمماکەن بۆی کە و فەرق و جیاوازی دەبێت لە بینی دەروێژ و سۆفیە. ئەجا زیگری دووشەمان و تقریبن جوعانی ژەگەر بێن سێری بکەن قەڵباڵگی زۆری تەیە هەم تەریقی قادری هەم تەریقی نەخشەکان زیکری خۆیانەکەن لێرە. کاک ئەحمەد لەسەر وەسێتی خۆی لە هەمان حوجرەکەیدا کە گۆڕی شێخ مەحموودی حەفیدی شیلەیە بە خاک سپێردراوە. ئەرکان علی ڕووداو سلێمانی.